انطلقت في القاهرة فعاليات اللجنة الإقليمية 69 لشرق المتوسط لمنظمة الصحة العالمية، وذلك بحضور أكثر من 22 دولة بإقليم شرق المتوسط. حضر الفعاليات تيدروس أدانوم مدير عام منظمة الصحة العالمية، وأحمد المنظري المدير الإقليمي لشرق المتوسط، والسير دكتور مجدي يعقوب، فضلا عن عدد من وزراء الصحة لدول الإقليم والوفود المرافقة لهم. الصحة العالمية بتساعد، والوزارة هنا كلنا بنساعد في منع المرض وعلاج المرض. ففي مثلا في مصر أطفال كتيرة جدا عندهم حمى روماتيزمية وتأثر على القلب، ودي ممكن إنها تتمنع وتعالج في الوقت نفسه. فعشان تتمنع دي حاجة مهمة جدا. وبعدين دور الرياضة في منع أمراض القلب، ومش كده بس، كان معالي الوزير بنتكلم فيها، والأمراض العصبية كمان.